السلام عليكم، وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في قناة فكرة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق. كشفت صحيفة فوربس الأمريكية عن قائمة أغنى 10 ملاك أندية في عالم كرة القدم، نعرفكم عليهم. إليكم إذن قائمة بأغنى 10 ملاك أندية في عالم كرة القدم لتتعرف عليهم. في المرتبة العاشرة، جون فردكسون، مالك نادي فيلرينجا النرويجي، تبلغ ثروته 9.9 بليون جنيه استرليني، جمعها على خلفية حرب العراق وإيران في الثمانينيات، محققا أرباحا كبيرة من بيع النفط. في المرتبة التاسعة، فيليب فريدريك، مالك نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، تصل ثروته إلى 12.5 بليون جنيه استرليني، مقاول أمريكي جمع ثروته من التجارة في العقارات والتنقيب عن النفط. في المرتبة الثامنة، ديتريتش ماتيشيتس، مالك نادي ريد بولز الأمريكي وريد بول سالزبورغ النمساوي ولايبزيغ الألماني، رجل أعمال نمساوي كرواتي، مؤسس شركة ريد بولز لمشروب الطاقة ومالك ل49% من أسهمها، تبلغ ثروته 13.4 جنيه استرليني. أما في المرتبة السابعة، أليشر أوسمانوف، مالك ل30% من أسهم أرسنال، ثروته تقدر ب15.2 بليون جنيه استرليني، رجل أعمال روسي ينشط في مجال التعدين. في المرتبة السادسة، لاكشمي ميتال، مالك ل11% من أسهم كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، رجل أعمال هندي تصل ثروته إلى 16.4 بليون جنيه استرليني، المدير التنفيذي لأكبر شركة حديد في العالم. في المرتبة الخامسة، بول ألين، مالك نادي سياتل ساندرز الأمريكي، وثروته تقدر ب19.9 بليون جنيه استرليني، وهو رجل أعمال كذلك أمريكي وشريك مؤسس لشركة مايكروسوفت إلى جانب بيل جيتس. رابعا، منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي، ملبورن سيتي، نيويورك سيتي، يوكوهاما مارينوس، تبلغ ثروته 20 بليون جنيه استرليني، من العائلة الحاكمة في الإمارات. فوربس عجزت عن تحديد مصادر ثروته، لكنها قدرتها في حدود 20 بليون يورو. في المرتبة الثالثة، جورج سوروس، مالك في نادي مانشستر يونايتد بنسبة 1.9%، ثروته تصل إلى 25.2 بليون جنيه استرليني، هنغاري أمريكي، واحد من أكبر المستثمرين في العالم. في المرتبة الثانية وقبل الأخيرة، كارلوس سليم، ثروته تبلغ ما يقارب 54.5 بليون جنيه استرليني، مالك في أندية باشوكا ليون المكسيكيان وريال أوفيدو الإسباني، وكذلك هو رجل أعمال مكسيكي يعتبر واحدا من أغنى أغنياء العالم. أما في المرتبة الأولى، أمانسيون أورتيجا، تبلغ ثروته 71.3 بليون يورو، مالك في نادي ديبورتيفو لا كورينيا، رجل أعمال إسباني ومالك سلسلة زارا العالمية. كانت هذه قائمة بأغنى 10 ملاك أندية في عالم كرة القدم. نتمنى أن تنال هذه الحلقة إعجابك، إذا ما كان ذلك حقا أتمنى أن تضغط على زر الإعجاب، وكذلك إذا كانت هذه أول مشاهدة لك لحلقات قناة فكرة، المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو سبسكرايب، أو بالفرنسية سابوني، أو بالعربية اشتراك. ولا تنسى عدم مغادرة الفيديو قبل أن تترك تعليقا توضح فيه رأيك حول هذه الحلقة والمعلومات التي أتينا بها، كما تجدر الإشارة إلى أن مصادر هذه المعلومات تجدونها في أسفل الفيديو بالوصف. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.